مستمرين معاك من جديد كابتن ايمن شوقي، وكل التحيه ليك طبعا وكل جمهور النادي الاهلي. اكيد طبعا مستر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي، وايضا كمان الدكتور عمرو محب، ببارك له طبعا يا دكتور عمرو مجهود كبير جدا. تحقيق الثلاثيه ده امر مهم جدا لكل جمهور النادي الاهلي. بنشوف مستر بيتسو الحقيقه في التدريبات بيشتغل بشكل رائع جدا ومميز جدا، الجانب النفسي مهم جدا بالنسبه له. حابب يقول ايه على بطوله الكاس والثلاثيه بشكل عام اللي دخل الدولاب بطولات النادي الاهلي؟ Now, first, I must thank the president, Captain Bibo, and his board. I must thank the players. They are the ones who are playing. We are only guiding them. I must thank my technical staff. I must thank the supporters, everybody who's been around the Ali team. There's up till to the person who cuts the grass. It's very important for us to win. But it's also important to send a statement about on Ali. I think Ali deserves what they get, and yeah, we are happy, we are proud, and with a little bit of luck from God also. بيقول اول حاجه طبعا بيشكر كابتن خطيب اداني الفرصه دي واعضاء مجلس الاداره، بيشكر لعيبه النادي الاهلي اللاعبين اللي هم نفذوا الفكر اللي هو من غير تنفيذهم في الملعب ما كانش هيحصل يحقق الانجاز اللي حصل، بيشكر اعضاء الجهاز الفني، بيشكر كل الجماهير وكل اللي ساعدوا في الفريق، حتى اللي بيقص النجيله بتاعت الملعب بيحيي كل الناس، كل الناس المحيطين بالنادي عشان يحقق الانجاز ده. واعتقد حاجه زي كده كانت مفروض مهمه. طب بيشكر مراته ما ننساش عشان يعرف يروح النهارده. بيقول ده حاجه كانت مهمه للنادي الاهلي انه يحقق حاجه زي كده، حاجه طبعا ده تاريخ، احنا فخورين عملنا تاريخ، بس احنا الاهلي يستحق ان يحقق الانجاز ده، يحقق الثلاث القاب اللي حققه. نقطه مهمه جدا يا دكتور عمرو هو تجديد الدوافع عند لعيبه النادي الاهلي، وده دور كبير بيقوم بيه بيتسو موسيماني المدير الفني، لان الرغبه ما بتكون موجوده بيبقى بيفرق بشكل كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي. Yeah, it's not only a motivation, also the mentality. You know, I've been helped by Captain Shenawy. He puts the team together also. I can't just take the credit. Everybody, including Amr, passing the right messages at difficult times, you know. So we are happy. It's not about motivation only. It's more than that. It's the technique. It's the way we play. It's the mentality. It's the culture of Ali, bringing back the culture of Ali, telling the players that we can do it. We can bring that culture of Wael Goma, the Abutrikas, and them. We can do that. So one trophy at a time. Unfortunately, we're still facing other two trophies. And I think the mind is right, the mentality is right, and the spirit is right. And God loves us. بيقول مش بس الدوافع، الحته الذهنيه مهمه والاستعداد الذهني. كابتن شناوي ساعده في الموضوع ده، وكان بيستخدمني انا بحاول اوصل الرساله بتاعته للاعبين ان يكونوا جاهزين ويكونوا حاضرين ذهنيا. مش بس بيقول حضرتك مش بس الدوافع، لا يكون دوافع، يكون ذهنيا وشخصيه النادي الاهلي، الشخصيه كان بيتمتع بيها ابو تريكه وائل جمعه وحققوا بيها القاب قبل كده. احنا حققنا الحمد لله ثلاث القاب ولسه فاضل اثنين نحققهم، هنعمل انجاز كبير نكون حقق الخمس القاب. فبيقول لك مش بس الدوافع، لا في حاجات كتيره جدا زي الفنيات، زي شخصيه النادي الاهلي، زي الروح اللاعبين، زي الحضور الذهني والاستعداد للمباريات. يمكن كمان جمهور النادي الاهلي بيثق فيه بشكل كبير جدا 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 خلال الفتره اللي فاتت، وده امر مهم. ويمكن كمان الكاس هيكون مع مستر بيتسو موسيماني، ويمكن لقطه مهمه جدا طبعا اكيد يا كابتن ايمن، فرحه كبيره ومهمه. لكن عايز ارجع لمستر بيتسو كمان، جمهور النادي الاهلي بيثق فيه بشكل كبير جدا، وده امر مهم ومنتظر منه كمان الجديد. لسه عندنا السوبر الافريقي وعندنا السوبر المصري، جمهور النادي الاهلي طماع بلغه الكوره دكتور عمرو. Yeah, you can't do without the supporters. You need that spirit also from the grandstand, and it's important. And Ali supporters deserves a lot, deserves more, to be honest. بيقول طبعا ما نقدرش نعمل اي حاجه من غير الجماهير، وطبعا الروح النادي الاهلي دي شخصيه النادي الاهلي بتكون ليها نبعه من دعم الجماهير، وعايزين نعمل كل حاجه عشان نحقق احلام الجماهير ونحقق لهم القاب اللي هم عايزينها. بنشكر اكيد طبعا مستر بيتسو موسيماني.